الحياة الزوجية زي المركب، والشاطر اللي يعرف يوصل بيها لبر الأمان. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك يا فندم. أهلا أهلا. إزيك يا فندم؟ ربنا يخليك. عايزين نعرف الناس إزاي تخرب بيتك في مجموعة من الخطوات. سؤال غريب. طبعا هو سؤال غريب، ما كنتش متوقعه على فكرة يا محمد يعني. بس أقول لك حاجة، أول حاجة عشان تخرب بيتك أن أنت تعرف واحد على زوجتك. خيانة يعني؟ خيانة، أول حاجة الخيانة. تاني حاجة في اعتقادي الشخصي البخل، تبقى بخيل على بيتك. حلو، سيدنا النبي استعزم البخل كمان. طبعا طبعا، قال لك حتى اختاروا الرجل انه ما يكونش بخيل يعني، واخد بال حضرتك. تالت حاجة ان انت بقى تغيب فترات طويلة عن بيتك يعني، واخد بالك، وتبقى زوجتك او اهلك او اسرتك مش عارفة انت فين يعني، واخد بالك، ممكن تكون مع اصدقائك، اصدقاء سوء، اصدقاء ايا كان يعني، او مغترب بالسنين والشهور. لا مغترب، لا بدي بتفرق، مغترب انت بتجيب لقمة العيش، فيمكن الزوجة بتحترم ده شوية، هي يعني ما بتحترمش حتة ايه ان انت بس بتغيب يعني. واللي بيغيب بالسنين؟ لا انا في اعتقادي الشخص دوت بيضيع وقته وبيضيع بيته، ودوت برضو ممكن يكون سبب من اسباب خراب البيوت. النهاردة سؤالنا بيقول ازاي تخرب بيتك؟ والله ان ما نصرفش عليها، ان نمشي في السكة الشمال، ان ما ايه السكة الشمال يعني؟ نعرف بنات، نعرف كذا. خيانة يعني تقصد؟ دي خربان البيوت والعياذ بالله. وايه تاني؟ طب تفتكر ازاي الست تخرب بيتها؟ بيبقى بالعكس برضو، تهمل في عيالها، تقعد مع ستات في برا. تقصد يعني تكون ودنية؟ تقعد تسيب بيتها وتسيب عيالها، تروح نوادي، تروح كده، دي خربان بيوت. طب تفتكر ايه الحل؟ يعني ممكن نعمل ايه علشان نحافظ على البيوت؟ يتقي ربنا. سواء الزوج سواء الزوج، كله يتقي ربنا ويعرف مصالحه ايه وقوامه ايه وكل شيء، يتقي ربنا في كل حاجة. طب عايزك تقول لي ازاي تخرب بيتك في 3 4 5 خطوات. هي خطوة واحدة، مرة واحدة، هي خطوة واحدة. ست البيت تبقى سر بس، خلاص هي تبقى سر وطاع لزوجها، زي ما ديننا قال وزي ما حياتنا كلها وعاداتنا وتقاليدنا بتقول، تبقى طوع لزوجها، تبقى سر ليه وتحفظه وتصونه وتعرف يعني ايه هي شايله اسمه بس. طب ده بالنسبه للست. بالنسبه للراجل، ازاي الراجل يخرب بيته؟ ان هو ما يبصش بره، انت فاهم، تقصد الخيانه برضو؟ الخيانه وحاجات تانية كتير يعني، انت فاهم، ما يبصش بره، ما يبقاش بخيل على اهل بيته بمشاعر حلوه دي وجديده. يعني تقصد بخل المشاعر مش بخل الفلوس؟ طبعا بخل الفلوس مهم، لكن انت تقصد بخل المشاعر كمان مهم، بس هو مش اساسي يعني. ممكن 1000 جنيه 1500 جنيه 2000 جنيه ولد وبنت لسه متجوزين يبداوا حياتهم هيعرفوا يعيشوا بيها يعني. دلوقتي احنا قلنا البخل والخيانه، ايه تاني؟ يعني ان هو بس ما يدهش معنوياتها قدام الناس، ما يبقاش هو الوان مان شو في اي مكان متواجدين فيه او اي خروجه او اي فرح او الكلام ده، لازم يهتم بيها يعني. معلش مثلا وانا خارج مع زوجتي ما ينفعش ان انا ابقى لابس بدله وكرافته وقميص وجزمه متلمعه وشراب مش عارف ايه والكلام ده كله، وهي مش مهتم بفستانها او مش مهتم بلبسها. حلو الكلام ده، الاهتمام تقصد، الاهتمام بقى بكل حاجه، بالمشاعر وبشكلها وبمظهرها وكل حاجة. أكيد، لأن هو في الأول والآخر معلش هي بتمثلني برضو في أوقات كتير قوي، ممكن أنا أكون في شغلي ومش عارف أروح مثلا المناسبة ديت أو أود والدي ووالدتي. تقدر تقوليلي إزاي البنت أو الراجل يخرب بيته؟ إزاي تخرب بيتك؟ أوكي، لما يبقاش في ثقة متبادلة بين الاثنين، خيانة، وش خيانة. يعني أنا بشوف إن لازم يكون الشخصين في بينهم ثقة وصراحة، فده لو مش موجود. خلينا واحدة واحدة يعني. أول حاجة ثقة، لو ما فيش ثقة البيت هيتخرب، صح؟ أكيد طبعا. ولو في خيانة أكيد. لا، وش هيتخرب. وإيه تاني؟ لو خطيبك أو جوزك عمل إيه، هو كده بيحكم على نفسه بالخراب، بيحكي اللي ما بيننا لحد، ان هو يطلع اسرار البيت بره او هي تطلع اسرار البيت بره، بالذات للاب والام يعني. الام بالذات بتبقى اللي هو حكى لها ماما حصل كذا كذا كذا، فهي بتقلب، فالدنيا برضو بتبوظ ما بينها، بتتضايق من مراته.
يعني عموما ما تطلعش اسرار البيت برا. تدخل الناس يعني لما بيسمحوا ان عمته حربايه تتدخل ما بيننا ده برضه بيبوظ الدنيا. يعني عدم تدخل الناس. حلو الكلام. الشك. شك اكيد. صح ولا ايه؟ طب ازاي البنت تخرب بيتها؟ هي مثلا ممكن تكون مهمله قوي في نفسها وفي البيت وفي عيالها. ممكن كمان الست المتسلطه اللي عايزه تمشي كلمتها. بس هو هي دي طبيعه الست المصريه شويه انها بتبقى متحكمه شويه في البيت. عشان كده في بيوت كتير ممكن تكون بتتخرب برضه. مشي كلمتك تقبالي؟ لا ما احبش ان انا ماشي. لازم احنا الاثنين نمشي الدنيا سوا. يعني ما ينفعش انا اللي ببقى ماشي كلمتي. يعني ايه ماشي كلمتي؟ لا طبعا.